أوه لا، ماذا يحدث؟ لقد خربته، لن أستطيع إعادته وهو معطل. لا تفزع، نحن سنفحصه. أحضره إلى هنا. ها توم، لما القرص متسخ هكذا؟ أظن أنها آثار أصابعي أنا. لا أظنك تعلم كيف يعمل القرص المدمج. وهل تعلمين كيف يعمل؟ نعم أعلم. كيف؟ إذا ألقينا نظرة على القرص بمجهر دقيق فسنرى خطوطاً صغيرة بأطوال مختلفة. هذه الخطوط هي رموز للأفلام والألعاب والأغاني مخزنة على القرص، وفي داخل مشغل الأقراص يقرأ شعاع خاص الرمز ويساعد على إعادته إلى صورة أو صوت.